diabetes لأي female pregnant female إنه يصير معاها والله diabetes أهم من أهم risk factors اللي هو الفاميلي هيستوري. أوكي طبعًا الفيتال أنجنيوتال مورتاليتي تقريبا 3 أو 4 أضعاف higher for mothers with type 1 or type 2 diabetes. أوكي تمام skip. هسأل يجي كيف نشخص الديابيتس. تعال في عندنا تايب 1 ديابيتس هذا خطوه بالباطنة أكيد. تايب 1 ديابيتس اللي هو بصير بالعادة مع الصغار أو مع اليانج ايج اللي هو نتيجة عن إنه ما في عندنا إنسولين. أوكي يعني البنكرياس في بيتا سيل بصير لهم ديستركشن فما بكون في عندنا إنسولين. أوكي تايب 2 ديابيتس اللي هو الإنسولين موجود عندنا لكن في عندنا إنسولين ريزيستنس. أوكي هلا في عندنا ديابيتس فروم أذر كوزز اللي هم المرضى اللي عندهم جينيتك ديفكس في البيتا سيل فانكشن جينيتك ديفكس في الانسولين اكشن. طبعا هذول اللي هم الاقليه يعني الفيرست والسكند تايب هم الموست كومون تايب 1 اند تايب 2. نيجي نحكي عن الجستيشن دايبيتس. شو معنى جستيشنال؟ جستيشن اللي هو اي سكري بتشخصه خلال الحمل فهو بنسميه جستيشنال. طبعا مهمه هاي النقطه اي شيء من شخصه يعني لا يعني انه بسبب الحمل يعني مش مثلا على سبيل المثال ممكن تجيك مريضه لساتها نيولي بريجنانت 6 او 7 ويكس اوكي تعمل لها فحص الفاست بلود شوجر يطلع عالي اوكي او تعمل لها هيموجلوبين اي 1 سي مثلا يطلع 10 عندها شيز دايبيتك. اوكي هلا انت بتكون عارف انه هاي المريضه اوريدي شي هاز دايبيتس يعني مريضه الهيموجلوبين اي 1 سي 10 ما راح تكون والله هاي المريضه من الحمل من اول شهر بالحمل صار عندها بسبب الحمل. اوكي فهي بتكون اوريدي هي قبل ما تحمل اللي هي شيز دايبيتك. لكن شو تشخيصنا الا شو بنسميها احنا جستيشنال دايبيتس يعني جستيشنال دايبيتس اللي هو اي سكري بتشخص خلال الحمل اوكي بنسميه جستيشنال دايبيتس. اوكي اوكي سكيب. اللي عنده اي سؤال يا جماعه يقاطعني باي وقت يعني ما في اي مشكله. اوكي هلا شو الكرايتيريا عشان شخص مريض عنده دايبيتس؟ طبعا لازم الهيموجلوبين اي 1 سي يكون مور ذان 6.5%. اوكي طبعا هاي طبعا احنا مش عفوا مش جستيشن دايبيتس يعني اي واحد انه في البوبيوليشن له دايبيتس العادي اوكي او بنسميه احنا بين قوسين بنسميه بري جستيشن دايبيتس يعني سواء تايب 1 او تايب 2 اذا كان الهيموجلوبين اي 1 سي مور ذان 6.5 بنشخص المريض انه دايبيتس. إذا كان الفاستنج بلاد جلوكوز كان مور ذان 126 اوكي طبعا سواء اخذته بالملي جرام بير ديسيليتر او بالملي مول بير ليتر عارفين الملي جرام بنقسم على 18 يعني 126 تقسيم 18 بيطلع 7 اوكي 7 ملي مول بير ليتر فبتحفظ اي رقم فيهم انت اسهل لك. اوكي اذا كان في عندنا 2 اورز بلازما جلوكوز ميجرمنتس مور ذان 200 اوكي او اذا في عندنا اي راندوم بلاد شوجر كانت عندنا مور ذان 200 يعني إذا واحد عملت له أي وقت 200 regardless أي ساعة أكل فهي أو شي is diabetic. أوكي أي قراءة أكثر من 200 تعتبر diabetic إذا fasting more than 126. طبعا هاي مش للجستيشن diabetes بعد شوي لما نيجي نحكي عن الحمل موضوع ثاني الأرقام رح تختلف عنها. أوكي تمام سكيب. هو هذا اللي بنسميه الكلاسيفيكيشن diabetes في البريجنسي يا اما بري جستيشن دايبيتس الانواع اللي حكينا عنها قبل شوي لو تايب 1 او تايب 2 طبعا هاي المريضه بتكون اوريدي دايجنوست بيفور البريجننسي يعني ممكن تجيك المريضه عمرها 25 سنه تقول لك انا من عمري 10 سنين معي دايبيتس. اوكي فهي شو بنسميها بري جستيشن دايبيتس. اوكي او تايب 2 دايبيتس طبعا بتكون مشخصه اوريدي مشخصه فبنسميها بري جستيشن. ان جستيشن زي ما حكينا قبل شويه طبعا بنعيد ونكرر لانه هاي نقطه مهمه اللي هو اي دايبيتس يشخص دايجنوست اور ديفلوبس فور ذا فيرست تايم ديورينج ذا بريجننسي. اوكي فاي شيء بتشخصه خلال اذا سكري شخصته خلال الحمل تشخص وليس صار بسبب الحمل مهم هاي النقطه نرجع لها كده عليه. اوكي تشخص خلال الحمل فهو بنسميه جستيشن دايبيتس. طبعا ليتر اون بعد الحمل ممكن المريضه تكتشف انه معها هي معها دايبيتس تايب 1 او تايب 2 فبنصير نسميها ايش؟ هاي شيز دايبيتك يعني بس خلال الحمل بنسميه جستيشن دايبيتس اذا شخصناها خلال الحمل بعد الحمل اذا ظل موجود بنعيد ريكلاسيفاي الدايبيتس يا اما بنحكي تايب 1 او تايب 2. اوكي؟ اوكي سكيب. اوكي
نيجي نحكي عن الباثوجينيسيس، يعني هل بشكل عام البريجنسي هو بيعمل خلينا نحكي بزيد الريسك للدايبيتس؟ يس اوكي، بنسميه احنا دايبيتوجينيك البريجنسي. اوكي طبعا شو الاسباب؟ اول شيء البريجنسي اهم شيء بتميز فيه انسولين ريزيستنس اند هايبر انسولينيميا. اوكي يعني بصير عندنا انسولين ريزيستنس. شو بتوقعوا الفكره من الانسولين ريزيستنس؟ ليش بصير عندنا انسولين ريزيستنس في البريجنسي؟ يعني هي حكمة سبحان الله كيف انه اساس رب العالمين يزود الطفل انه الام تضل في عندها الجلوكوز عالي عندها في الجسم، بحيث انه الطفل يروح عنده ايش كميه سكر عاليه، كميه جلوكوز تكون عاليه. فانت اذا بده يدخل والله الانسولين ريزيستنس بدها تكون عاديه زيها زي نن بريجننت فيميل، شو راح يصير عنا احنا؟ راح يصير كل الجلوكوز الموجود في دم الام اللي بتاخده وين يدخل؟ على الخلايا، على السيلز عند الام. هو بصير بالحمل انسولين ريزيستنس، بصير عندنا هايبر انسولينيميا. اوكي الجلوكوز وين بضل موجود؟ في الماتيرنال بلد. اوكي وبالتالي راح يروح وين اكثر شيء؟ راح يروح على الفيتس عن طريق ايش؟ البلاسينتا. اوكي فالريزيستنس طبعا ليش بصير عندنا انسولين ريزيستنس؟ لانه في الاذر هرمونز بصير فيهم خلينا نحكي شويه زياده، اللي هم الجروث هرمون بزيد، سي ار اتش الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، يس البلاسينتال هرمونز انكريز، البلاسينتال لاكتوجينز اند بروجسترون والاديبوس ديبوزيشن. اوكي فهي كل الاشياء هاي بتدعم انه يصير عندنا ايش؟ انسولين ريزيستنس، وبالتالي الجلوكوز راح يضل موجود في البلد. طبعا لما الجلوكوز زيد في الماتيرنال بلد شو معناته؟ ذات مينز انه اتس دايبيتوجينيك، انه ريسك فاكتورز انه يصير فينا دايبيتس. اوكي طبعا هلا راح يجي واحد يسالني طب ليش مش كل الفيميل او كل بريجننت فيميلز بصير عندهم دايبيتس؟ اذا هيك يعني ما دام في عندنا انسولين ريزيستنس، ليش والله فلانه مثلا بصير معاها جستيشن دايبيتس، السكر بكون عالي وهي بصير معاها عادي، بضل معاها السكر عادي؟ لانه في البنكرياتيك فانكشن بيعتمد. يعني على سبيل المثال في مريضه مثلا ممكن سين مثلا هاي بريجننت مثلا بتعود البنكرياس يفرز 100 يونت بالساعه، بالمقابل صاد متعود كمان يفرز 100. اوكي قبل الحمل. اوكي لكن البنكرياس عند سين خلال الحمل المفروض شو يصير للسكريشن تاع البنكرياس؟ يزيد ل 120 130 عشان يعوض الانسولين ريزيستنس اللي صار معانا. فسين ما قدرت تزيد والله، ضل على 100 وحده. اوكي فبالتالي شو راح يصير معاها؟ راح يصير معاها جستيشن دايبيتس. لكن صاد والله اوكي حملت، الانسولين ريزيستنس زاد، شو قاومه الانسولين ريزيستنس؟ صارت تفرز كمية انسولين زيادة، صارت تفرز بدل 100 130 120 مثلا. اوكي فصارت less risk انه يصير عندها develop gestation diabetes. اوكي واضحة يا جماعة هاي النقطة؟ اوكي سكيب. اوكي طبعا هسه نيجي على الميتابوليك تشينجز ديورنج بريجننسي. في عندنا تقريبا 30% انكريز في الجلوكوز برودكشن من الليفر. اوكي 50 ل 60% ديكريز في الانسولين سنسيتيفيتي، اللي هو بين قوسين انكريز في الانسولين ريزيستنس. يعني لما نحكي قلت السنسيتيفيتي معناها زادت الريزيستنس. اوكي فصار عندنا الشوجر زياده من الليفر، بالمقابل ريزيستنس زادت عندنا. اوكي فهي كل الأشياء إيش بتزيد الريسك إنه تصير في عنا في البريجنانسي يصير في عنا جستيشن دايبيتس. أوكي فالنورمال بريجنانسي كاركترايز باي أول شيء مايلد فاستنج هايبوغلايسيميا، وهي نقطة مهمة. يعني على سبيل المثال قبل شوي حكينا إنه أي واحدة مثلا أي فيميل تعمل مثلا بلد شوغر less than 110 يعتبر نورمال. طبعا هسه جديد بلشوا ينزلوا، يعني صار نزلوا ل 105 و106، بس بنحكي إحنا لساته بالكتب موجود less than 110 لنن البريجننت. اوكي لكن في البريجننسي ما دام عندنا المشاكل هاي بتصير او بزيد، خلينا نحكي الشوجر المفروض ايش يصير فيه؟ ديو تو اندوكراينولوجيكال فاكتورز لازم الشوجر الفاستنج يقل. يعني انا بقبل المريضه مثلا مريضه فيميل لحديت خمس بريجننت فيميل سوري لحديت 95 يعتبر طبيعي، لكن اي قراءه فوق ال 95 لمريضه بريجننت يعتبر ايش؟ اب نورمال. اوكي واضح النقطه يا جماعه؟ يعني اذا مريضه اجتك والله فاستنج بلاد شوجر مريضه بريجننت 100
That means that she's abnormal. Okay. هاي قراءة عالية. وهي احتمال كبير يكون عندها إيش؟ gestational diabetes. Okay. لكن في النان بريجننت قديش بنعتبره؟ سواء ميل أو فيميل up to 110. Okay. في النورمال بريجننسي بصير عندنا mild fasting hypoglycemia. Okay. زي ما حكينا up to 95 مقبول. بوست برانديال هايبرجلايسيميا كمان برضو نورمالي انه هايبر بوست برانديال هايبرجلايسيميا وهايبر انسولينيميا وحكينا ليش هايبر انسولينيميا لانه الانسولين ريزيستنس انكريز اوكي سكيب طيب فالومن وذ جيستيشن دايبيتس هسا حكينا قبل شوي اللي هو النورمال بريجننسي شو بصير فيه اوكي هلا في الجستيشن دايبيتس المرضى اللي بصير عندهم جستيشن دايبيتس اكيد الفاستنج بلاد جلوكوز بده يرتفع بوست برانديال جلوكوز بده يرتفع كمان نفس الشيء اوكي الابيليتي اوف انسولين تو سبريس الاندوجينس جلوكوز برودكشن از ديكريز سوري اوكي يعني ذات مينز انه كله راح يعني كل العوامل هاي اللي بتصير عندنا بالمرضى اللي بصير عندهم جستيشن دايبيتس راح انكريز كل الشوغر سواء الفاستنج بلاد شوغر بوست برانديال جلوكوز ليفلز الانسولين الابيليتي تبعت ديكريز اوكي امبيرمنت للانسولين سكريشن باي ذا بيتا سيلز اوف ذا بنكرياس البنكرياس كمان تضل نفس الجرعات اللي قبل الحمل نفسها بالحمل اللي ما بتقدر تقاوم الانسولين ريزيستنس اللي صارت عندنا وانكريز الانسولين ريزيستنس اوكي تمام سكيب نيجي نبلش هلا على الانسيدنس اوكي طبعا الانسيدنس يا جماعه هو بيعتمد طبعا حسب باي دوله عملت الدراسه يعني هلا احنا لما نحكي 0.5 ل 5% الكومون طبعا وين في الدول سواء امريكا او بريطانيا اللي بيعمل دراسات منيحه على الجستيشن دايبيتس ان اور كوميونتي طبعا ما في دراسات واضحه ان اور كوميونتي على الجستيشن دايبيتس لكن النسبه صراحه يعني بتتراوح من 15 ل 20% ذات مينز انها نسبه كثير عاليه اوكي يعني احنا تقريبا 10 to 15% of our patients they have gestational diabetes اوكي طبعا شو السبب انه حكينا اول سبب اهم سبب انه الاوبيستي از انكريزنج ان اور كوميونتي اوكي يعني بتلاقوا معظم اذا داونت بكره في المستشفى راح تلاقوا كله البادي ماس اندكس كله above 27 و 28 ويكس للمرضى الفيميلز اوكي فذات مينز انه انكريز في الجستيشن دايبيتس اوكي الشغله الثانيه إنه الفاميلي هيستوري most of our patients they have strong family history for diabetes okay يعني أي مريضة بتجيك لما تسألها والله طبعا زي ما حكينا قبل شوي 50% in our community عندهم diabetes okay بالcommunity population كاملة فلما تيجيك أي مريضة ف most likely إنه راح تقول لك أبوي عنده سكري أمي عندها سكري خالي عنده سكري خالتي عمي عمتي يعني مستحيل متلاقيش ناس من الفيرست أو من السكند ديجري ريلاتيفز وما عنده إيش diabetes اوكي طبعا السبب الثاني ليش بيعتمد عليه التشخيص قديش النسبه طبعا صرنا نشخص حالات اكثر الان لانه صرنا نعمل الاورال جلوكوز تولرانس تيست برقم اكبر احنا معظم مرضانا الان شبه روتين يعني بنعمل لكل المرضى لانه بعد شوي راح نيجي نحكي كيف بدنا نشخص اي مريضه طبعا التشخيص عن طريق الاورال جلوكوز تولرانس تيست لكن كل ما عملت او جي تي برقم اكبر راح يطلع معك ايش حالات اكبر للجستيشن دايبيتس اوكي طيب شو البينفيتس انه نشخص الجستيشن دايبيتس طبعا الكلينيكال ريكوجنيشن للجستيشن دايبيتس اول شيء لانه اذا بلشت علاج مباشره سواء دايت او ميتفورمين او انسولين اوكي ذس كان ريدوس البريجننسي كومبليكيشن اللي بعد شوي راح نجي نحكي عنها شو المضاعفات اللي بتصير خلال الحمل وبالتالي راح قلل لونج تيرم كومبليكيشنز في الاطفال اوكي تمام سكيب افهم يا جماعه ما حدش سائل يعني انه الامور واضحه طيب الان السكريننج فور جستيشن دايبيتس طبعا لما نحكي سكريننج معناته من اسمه سكريننج مش دايجنوستس اوكي يعني سكريننج بدك تشوف المرضى اللي هم عندهم عامل خطوره عالي للجستيشن دايبيتس عشان اشخص الدايبيتس عندهم اوكي يعني شو المرضى اللي هم هاي ريسك فور ديفلوبينج جي دي ام او جستيشن دايبيتس اوكي المرضى اللي عندهم فاميلي هيستوري البادي ماس اندكس مور ذان 30
الايدج مور ذان 25 اوكي البريفيس ديليفري اوف ماكروسوميك بيبي اوكي يعني مريضه قالت لك والله انا عندي مثلا ابني الماضي ولدته كان وزنه مور ذان 4 كي جي هاي بتحط عليها علامه استفهام ليش كان 4 كيلو وزنه موست لايكلي انه هاي المريضه كان عندها جيستيشن دايبيتس وان دايجنوست اوكي فبتحط عليها انه ذس هاي ريسك فور بي ام اوكي اذا المريضه كان عندها من اول قبل الحمل امبيرد جلوكوز تورنس يعني ممكن تقول لك المريضه والله انا شكوا معي بزمنات سكري عملوا لي الفحص وكان حكوا لي عندك قابليه عاليه انه يصير معك سكري في المستقبل اللي هو بنسميها ايش هاي امبيرد جلوكوز تورنس اوكي مريضة كان عندها مريضة توفى لها طفل مثلا بطنها والله قالت لك والله أنا الحمل الماضي بالشهر السابع أو الشهر الثامن رحت مراجعة عادية يحكوا لي إنه الطفل كان متوفي بطني أوكي تمام فبتسألها شو السبب تقول لك والله ما بين سبب أوكي يعني لقوا فجأة إنه متوفي أوكي أو كان عندها طفل كان في مالتيبل أنوماليز مريضة كانت تقول لك والله كانت تحكي لك والله عندي البيبي كان عنده نيورال تيوب ديفكتس البيبي كان عنده مثلا كليفت ليب كليفت بلت كان عنده كاردياك انوماليز ذات مينز انه موست لايكلي او احتمال كبير انه هاي المريضه كان عندها بالحمل الماضي اللي سواء اللي مات ببطنها او انه صار في تشوهات انه هاي كان عندها دايبيتس اوكي المريضه اذا كان في عندها جلوكوز في اليورين في الفيرست برينيتال فيزيت لما تعمل يورين اناليسيس بيطلع عندك بلس 1 او بلس 2 جلوكوز اوكي المرضى اللي عندهم polycystic ovarian syndrome they have high risk for developing gestation diabetes وانتوا عارفين مجتمعنا الآن الـ polycystic ovarian syndrome is increasing يعني احنا تقريبا 20-25% من الـ females الموجودين في population they have PCO polycystic ovarian syndrome طبعا ليه أكثر من سبب لو بزتي برضو بنرجع نحكي نفس الاشي الـ lifestyle, family history كل هاي الـ increased polycystic البوليسيستيك اوفيريان سيندروم they have high risk for gestation diabetes the current use of steroids اذا المريضه ماشيه على ستيرويد سواء او لاخر سواء اوتوبيون ديزيز او شيء اذا المريضه كان عندها هايبرتنسيف او هايبرتنشن سوري او بريجننسي ريليت هايبرتنشن اوكي فهذول الفكره من هاي الريسك فاكتورز ضروري تعرفوهم انه اي مريضه عندها ريسك فاكتور من هذول يو شود سكرين فور gestation diabetes اوكي تمام اوكي سكيب عن اللي بشوف الريسك فاكتورز بحكي لك احنا اذا بكره داونتو في المستشفى وشفتوا المرضى كل مرضانا عندهم one or more of these risk factors اوكي ماشي طيب نيجي هسه شو السكريننج للجستيشن دايبيتس اوكي طبعا لما نحكي سكريننج زي ما حكينا انه نشوف المرضى اللي عندهم هاي ريسك ونعمل لهم ايش الفحوصات اللازمه عشان نشخص دايبيتس اوكي طيب هسه نيجي نقسم حالتين المرضى في عندنا مرضى لو ريسك ومرضى هاي ريسك اوكي طبعا هاي سجلوها عندكم مرضى الهاي ريسك اللي هو عندهم اي ريسك فاكتورز من الشغلات اللي حكينا عنها قبل شويه هذول يو شود دو اورال جلوكوز تورنس تيست من الفيرست انتينيتال فيزيت يعني اول ما تجيك المريضه اول زياره ان شاء الله 7 8 ويكس 10 ويكس المريضه بتجيك 10 اسابيع 12 اسبوع بتجيك المريضه أول زيارة بتجي you should arrange for oral glucose tolerance test إذا مريضة إيش high risk شو يعني high risk مريضة اجتك والله مريضة كبيرة بالعمر مريضة عندها قالت لك العيلة عندي سكري مريضة لقيتها obese body mass index عالي عندها أوكي يعني إذا عندها 2 أو 3 risk factors من هدول you should do oral glucose tolerance test directly مباشرة يعني ما بنستنى لقدام لخمس وست أشهر لما نعمل OGT يجي على المرضى اللو ريسك يعني اللو ريسك سواء المريضة عندها one risk factor من اللي حكيناهم أو ما عندهاش one risk factor هاي المريضة تعمل لهم إيش بتعمل لها اللي هو إشي اسمه challenge test أوكي يعني بين 24 و 28 أسبوع نيجي نعمل إشي اسمه glucose challenge test شو هو glucose challenge test تعطي المريضة وهي بالعيادة عندك بتحلها 50 جرام جلوكوز بتحلها إياهم كاست مي وتشربهم المريضة بعد ساعة 1 أور بعد ساعة بتقيس لها إيش السكر إذا كان السكر more than 140 يعني أكثر من 140 this abnormal reading تمام abnormal reading يعني معناته إنه أكثر من 140 مش طبيعي لازم نعمل إيش
الأورال جلوكوز تولرانس تيستين كمله كامل. إذا أقل من 140 خلاص ما فيش داعي أكمل. That means إن المريضة ما عندها gestational diabetes. أوكي واضح؟ يعني هسه المرضى لو ريسك، يعني هاي الامريكان كوليدج جايد لاين شو بيقول لك؟ يونيفرسال سكريننج فور لو ريسك بريجننس بتوين 24 ل 28 اسبوع. اوكي عن طريق ايش؟ 50 جرام وبتاخذ 1 اور اللي هو بنسميه الجلوكوز تشالنج تيست. اذا كان اكثر من 140 بنكمل لاو جي تي، اذا اقل من 140 ذات مينز انها نورمال، خلاص ما فيش داعي نكمل. اوكي طبعا هاي بنحكي عن مين؟ عن لو ريسك. نيجي على الهاي ريسك. الهاي ريسك حكينا من اول زياره عندك المريضه لازم يشد ارينج اللي هو الاورال جلوكوز تولرانس تيست. اوكي واضح يا جماعه؟ احد عنده اي سؤال عليه على اللي حكيناه؟ لا ابدا دكتور، كله واضح. طيب ممتاز، اذا كله واضح تمام سكيب. هسه واحد راح يجي يحكي ليش طب على 24 28 اسبوع، يعني ليش ما عملوا من اول زياره؟ لانه ال 24 ل 28 اسبوع هي الماكسيمم انسولين ريزيستنس. يعني اذا المريضه بده يصير عندها جستيشن دايبيتس لازم بين عليها بين 24 و 28 ويكس. اوكي لانه هاي قمه الانسولين ريزيستنس، فالمريضه اذا بده يصير عندها سكري لازم بين 24 28 اسبوع. عشان هيك لما تعمل الفحص ب 24 28 اسبوع اذا طلع نورمال التشالنج تيست ذات مينز انه المريضه امورها منيحه. اوكي المريضة أمورها منيحة، يعني إذا متحملة والله تعطيها 50 جرام جلوكوز وقراءتها بعد ساعة أقل من 140 معناته أمورها منيحة، البنكرياس شغال ممتاز، الإنسولين عندها ممتاز، ما في داعي أعمل أي شيء. أوكي تمام. هسه الجلوكوز تشالنج تيست حكينا عنه قبل شوية اللي هو إذا أكثر من 140 بعد 1 أور يعتبر أب نورمال. طبعا إذا كان أب نورمال إتس نوت أ دايجنوستيك تيست، إت إز أ سكريننج تيست. يعني ما بتقدر تشخص المريضة مباشرة والله انه اذا اكثر من 140 هاي المريضه شيز دايبيتك. اوكي لكن الاورال جلوكوز تولرانس تيست ات از ا دايجنوستيك تيست. اوكي واضح يا جماعه؟ تشالنج تيست اتس ا سكريننج تيست، يعني بقول لك ذس بيشنت هاي ريسك انه يصير معاه جستيشن دايبيتس، لكن الاورال جلوكوز تولرانس تيست ات از ا دايجنوستيك تيست. عشان هيك بنعتمد اذا كان عندنا اب نورمال تشالنج تيست يو شود دو اورال جلوكوز تولرانس تيست فور دايجنوستس. اوكي اوكي تمام سكيب. هسه نيجي على الاورال جلوكوز تولرانس تيست كيف بنعمل. هلا نشرحه بسهوله كيف نشرحه للمرضى بالاول. اوكي لما المريضه بدها تعمل او جي تي بنحكي للمريضه بدك تعملي مثلا على سبيل المثال بكره 9 الصبح لازم تكوني تقريبا صايمه من 8 ل 12 ساعه. اول شغله بتصوم من 8 ل 12 ساعه. قبليها المريضة عادي والله تأكل السكر العادي، يعني ما تجيك المريضة والله تقولها الأسبوع الجاي بدي أعمل لك فحص السكر، المريضة خلال الأسبوع هذا ما تأكل أي كربوهيدرات. أوكي يعني ما تعمل أي حمية، عادي المريضة حياتها أكلها طبيعي كلش تمام. تقول لها بكرة على الساعة 9 الصبح تصوم، بعد الساعة 12 بالليل على 9 و10 الصبح تكون في المختبر. أوكي شو راح يعمل لها؟ راح يأخذوا لها أول شيء عينة سكر اللي هي اللي بنسميها الفاستنج بلد شوجر، بعدين بحلوا لها 75 او 100 جرام جلوكوز. طبعا نفس الشيء ونفس الارقام، 75 او 100 جرام جلوكوز ما في فرق بيناتهم، بتحلهم ب 500 سي سي ميه وبتخلي المريضه ايش تشربه على مدى نص ساعه. بعدين بتقيس بعد ما تخلص المريضه السكر تشربه ال 75 او 100 جرام جلوكوز، بتخلصه بعد ساعه بتقيس لها اول قراءه 1 اور، بعد ساعة بتقيس كمان قراءة ثانية، بعد ساعة بتقيس قراءة ثالثة اللي هو 1 hour 2 hour 3 hours. طبعاً الآن صار الكل يختصره ل 1 و 2 hour، يعني إذا عندك fasting وهي صايمة مريضة 1 hour بعد ما تخلص الجلوكوز و 2 hours فهو عندك ثلاث قراءات، هذول بكفوا لحالهم. أوكي هلا شو القراءات؟ طبعاً خلال الفحص المريضة لازم تكون ضلها قاعدة، ما تتحرك كثير، ما تعمل أي اكسرسايز ولا تعمل أي شيء تمام. انتوا عارفين الاكسرسايز والاشياء هذول دخلوا السكر وين؟ جوا السيلز. عشان هيك بدنا اياها لا المريضه عادي تشرب السكر، ضلها قاعده المريضه موجوده، ناخذ لها زي ما حكينا فاستنج قبل ما تاخذ السكر 1 اور و 2 اورز بناخذ. اي قراءه فيهم طبعا تعتبر هي اب نورمال ومشخص المريض عليه او جي تي. اوكي اذا عملنا اربع قراءات بدك يو نيد تو ريدنجز عشان تشخص او جي تي، ما
بس هلا حتى جديد the one reading عندنا abnormal that means المريضة إيش she has gestational diabetes. أوكي شو القراءات المعتمدة اللي لازم تكونوا عارفينها؟ هاي الفاستنج عندنا 95 ملي جرام بير دي سيليتر 1 اور 180 2 اورز 155 3 اورز 140 يعني 95 لازم تكونوا عارفينها اذا اي اعلى قراءه على 95 تعتبر اب نورمال 1 اور 180 بعدين تطلع 25 بعدين تطلع 15 اوكي وضروري تعرفوا الارقام هاي تكونوا مطلوب منكم اوكي واضحه يا جماعه اوكي فهو هذا اللي هو بنسميه الاو جي تي الاورال جلوكوز تولرانس تيست تمام اوكي سكيب هلا شو مثلا الكومبليكيشن وذ دايابيتس انه زي الكومبليكيشنز لاي مريضه عندها دايابيتس اوكي يعني الهايبوغلايسيميا انفكشنز كيتواسيدوسيس ريتينوباثي انكريز في البروتين يوريا والاديما بالنسبه للحمل عن البرنسي بزيد نسبه المسكرج ريت بولي هيدرومينس البري كلامسيا وانكريز سيزيرين سكشن ريت وثرومبو امبوليك اند كارديو فاسكولار ديزيز اوكي سكيب هلا نيجي على مرضى عندهم شو المانجمنت للبريجننس كومبليكيتد باي دايابيتس اوكي اول شيء في عندنا شيء بري كونسبشنال اوكي وفي شيء طبعا البري كونسبشنال لمين نعطيه احنا لمين نعمله لمريضه اوريدي دايجنوست وذ دايابيتس يعني اذا مريضه عندنا مشخص تايب 1 او تايب 2 هلا اجتك المريضه بدها تحمل اوكي بالعاده هذول المرضى بننبه عليهم انه ما تحملي الا واحنا منظمين امور السكر لمده 3 اشهر قبل الحمل تيجي المريضة قبل بشهرين ثلاثة بتحكي يا دكتورة والله أنا ناوي أحمل للأشهر الماضي الأشهر الجاي فالأشهر الثلاث ما قبل الحمل هذول لازم نعمل كنترول بلد شوغر مظبوط ما تحمل المريضة إلا والهيموغلوبين A1C less than 6 أوكي 6 أو 6.5 بكثير إنه بنخلي المريضة تحمل لأنه في مرضى كثير قاعدين بيجونا الآن تقريبا بتجيك أول زيارة حامل تلاقي لهم الهيموجلوبين A1C 10 ليش في من المريضة أول فترة تحمل وهي السكر عندها كنترول لأنه فترة الأورجانوجينيس زي ما أنتم عارفين اللي هي تقريبا من 5 إلى 10 أسابيع أو 12 أسبوع اللي هي أول شهرين أو 3 أشهر من الحمل فإذا المريضة اجتك أصلا يس قد داريج ممتاز فهي المريضة إذا كان والله في عندها خلينا نحكي uncontrolled blood sugar that means إنه فترة الأورجانوجينيسز راح تصير في عندها مشاكل لفترة إيش؟ فترة الأورغانز للأورغانز فورميشن راح ينتهي كونجينيتال مال فورميشن أوكي؟ فهي النقطة مهمة يعني المريضة ما تحمل إلا وكان أنت عاملها كنترول بلد شوغر أوكي؟ يعني هذا إذا إجتك قبل الحمل إذا إجتك والله وهي حامل وأن كنترول ساعتها ما في شيء تعمله يعني ساعتها بدك بس تشتغل على الفترة الأولى أول ما تجيك تضبط أمور الشوغر بس بالعادة هاي بتكون مش افكتيف كثير اوكي تمام سكيب طبعا كيف بدنا نظبط امور السكر لاي مريضه طبعا بدك اول شيء تضبط لها الادويه تبعتها اول ثاني شغله تحاول تنزل المريضه الويت اذا عندها كانت اوبيز اوكي الاكسرسايز مهم اوكي فهي البري كونسبشن لازم اللي هم الهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 7 ديكريز الريسك وزي ما حكينا هسه أقل من 7 وقاعدين هسه بنادي بستة ونص أقل بتكون النسبة لأنه this will إذا كان عالي الشوغر راح spontaneous miscarriage يزيد congenital anomalies the preeclampsia أو الريتينوباثي في البريجنسي راح ينكريز إذا المريضة حملت وهي uncontrolled كل المشاكل هاي راح تزيد أوكي تمام سكيب طيب هلا اذا كان عند المريضه بريجستيشن دايبيتس وماشي على ميديكيشن المريضه اجتك حامل او انه مثلا بدها تحمل وماشيه على اورال هايبوغلايسيميك ميديكيشن لازم تحول لانسولين اوكي الانسولين دائما اول شيء سيف في البريجنسي الشغله الثانيه المهمه يو كان كنترول بلد شوجر بسهوله اكثر اوكي فالمريضه هذول نعطيهم هاي دوز فوليك اسيد لما نحكي هاي دوز 5 ملي جرام أو هو بالأحرى 4 ملي جرام لازم تعطيها أوكي بس إحنا الحبوب الموجودة أصلاً بالسوق معظمها 5 ملي جرام طبعاً لما نحكي 5 ملي جرام أو 4 ملي جرام هذول نعطيهم للمرضى الهاي ريسك المرضى اللو ريسك العاديين قديش نعطيهم الريكومندد دوز 400 مايكروغرام أو 0.4 ملي جرام يعني نعطيهم 10 أضعاف الفوليك أسيد
بالنسبة لمرضى هاي ريسك اللي هو من ضمنهم إيش؟ الديابيتس، لأنه الموست كومن كونجنتال أو من الكونجنتال أنوماليز الكومن اللي بتصير بالديابيتس اللي هي إيش؟ النيورال تيوب ديفكتس. فأنت لما تعطي الفوليك أسيد يو ديكريز الريسك للنيورال تيوب ديفكتس، أوكي؟ هذا المريضة ماشية على أي سي إنهيبيتر يو شود ستوب إت، أوكي؟ إذا مريضة ماشية على ستاتين ثيرابي أز ليبت لورينج إيجنتس لازم توقفوا، أوكي؟ كمل. اوكي زي ما حكينا ديكريز الويت من الشغلات المهمة كثير، اوكي. وطبعا ديكريز الويت ما حدا يتساهل فيها كثير او يشوفها انه موضوع والله شو كل شيء ديكريز الويت هسه، يعني لما تشوفوا هسه احنا ديلي كان عندنا مثلا هسه بعرفش فترة هسه كورونا اكيد قللوا الادميشنز، كان ديلي في عندنا مرتين او ثلاث في القسم في مستشفى الكرك فور كنترول اوف بلاد شوجر. لما تشوف هذول المرتين ثلاثة راح تلاقي 90% منهم they are obese، اوكي. معظمهم بتلاقيهم اوبيز، اوكي. وهذول طبعا صعب تو كنترول بلاد شوجر، دوز الانسولين بحاجه مرات تكون عاليه عشان تظبط الشوجر تاعها، اوكي. يعني كل المشاكل البريجنسي والانكريز وذ اوبيزيتي، اوكي. هذا المريض عندها ريتينوباثي او نيفروباثي اكيد يو شود مانج، طبعا بده يكون عندك اوفثالمولوجيست تستشيره عليها وفي عندك نيفرولوجيست اساس يساعدك فيها، اوكي. سكيب. اوكي طيب هلا مريضه انت شخصتها شيز جيستيشن دايابيتس او كانت خلينا نحكي بري جيستيشن دايابيتس، بس المريضه قالت لك طب هي دكتور اعطيتني الانسولين قديش القراءات اللي لازم اجيب لك اياها، يعني كيف تعرف المريضه انه شيز كنترولد او مش كنترولد، اوكي. اذا المريضه عشان تكون كنترولد لازم تكون الفاستنج بلاد شوجر اقل من 95، 1 اور بوست برانديال اقل من 140 و2 اورز اقل من 120. يعني المريضة تقول لها خذي القراءات بعد الفطور مثلا بساعة، وبعد الغداء بساعة، وبعد العشاء بساعة، إذا جابت لك إياهم أقل من 140 that means she has control blood sugar، أوكي. إذا 1 hour 2 hours لازم يكونوا 120، فأنت بتثبت للمريضة رقم، يا بتقولها خذي بعد ساعة من الوجبات الرئيسية، يا إما بعد 2 hours من الوجبات الرئيسية، و according بتقارن القراءات معك، إذا 1 hour أقل من 140 2 hours أقل من 120 فساعتك تعرف إنه she has أو يعني عندها good control blood sugar، أوكي. سكيب. سكيب أحمد. أوكي. خلال البريجنانسي طبعاً بنعمل طبعاً ممكن تستفيد من الهيموغلوبين A1C، الهيموغلوبين A1C طبعاً. انتوا عارفين لو مقلوب من A1C يعني هو ما فيدك على شيء أكيوت، بالعادة فيدك على شيء كرونيك، يعني على 6 ويكس 7 ويكس مثلا. إذا كان لو مقلوب من A1C منية that means إنه آخر 6 أسابيع كان بشكل عام قراءات البلد شوغر controlled، أوكي. لكن ما فيدك على شيء أكيوت، يعني إحنا خلال الحمل مرات المريضة مثلا بلشت على إنسولين اليوم ما بزبط والله أقولها بعد 3 أشهر نقيسك لو مقلوب من A1C عشان نشوف إذا كان controlled ولا مش controlled، أوكي. بعد شهرين ثلاثة ممكن تكون المريضة على بدها تولد، أوكي. وصارت كل إذا في كومبليكيشن بدها تصير سواء البولي هيدروميناس أو الماكروسوميك بيبي بتصير أوريدي صارت أصلاً لما تيجي تقيس الهيموجلوبين A1C. فإحنا بنعتمد بالعادة خلال البريجننسي بنعتمد على القراءات البلد شوجر، يعني المريضة بلشت على إنسولين اليوم مثلاً بتقولها مباشرة بعد 1 أور بوست برانديال تاخذي القراءات وتكتبي لي إياهم، أوكي. And you don't need إنه تأدمت كل البيشنس على المستشفى. يعني بالعادة إحنا المرضى خاصة إذا كانت مريضة يعني خلينا نيجي المريضة متعاونة معك والمريضة فهمانة عليك شو بتحكي لها، أوكي. والإيجوكيت كانت المريضة عطول مباشرة تقول لها والله خذ الإنسولين، تعلمها كيف تأخذ الإنسولين أو مريضة تعلمها كيف تأخذ الإنسولين، تصير تأخذ القراءات وتبعث لك إياهم، يعني مخليها تأخذ والله ثلاث أربع قراءات تبعث لك إياهم على الواتساب أو إشي. إذا كانت قراءات منيحة منيحة، كانت قراءات مثلا في قراءة على سبيل المثال لقيت بعد الفطور لقيتها 1 أور مثلا 170 بتخليها تزيد جرعة الإنسولين الصبح أساس تكونترول بلد شوغر، أوكي. فهي كل الأمور هاي بتزبطها أنت مع المريضة، تأخذ قراءات البلد شوغر بتبلش على جرعة الإنسولين وبتزيده، أوكي. هل طبعا مش بس الإنسولين هسه رح نحكي عن الشغلات الثانية، أوكي. سكيب نحكي غير الإنسولين. طيب هلا شو الثلاث شغلات اللي لازم نحكيهم للمريضة إذا شخصناها مريضة شخصناها جيستيشن دايابيتس جديد، أوكي.
أول شغلة، أهم شغلة اللي هي الدايت. الدايت من الشغلات الضرورية المريضة لازم تلتزم فيهم. لا تتوقع أن الإنسولين راح يزبط بدون على نحكي كنترول للدايت. ما تتوقع أنه والله الميتفورمين أو الجلوكوفيج راح يزبط إذا المريضة مش ماسكة حالها على الأكل. أوكي. طبعا شو بنحكي للمريضة؟ راح تقول لك طب شو أكل؟ راح تقول لها أول إشي الشغلات الوجبات الكبيرة لازم تبعد عنهم. معظم مرضانا هم تلاقيها مثلا تلاقيها موظفة أو معلمة أو شيء، بتلاقيها تطلع من الصبح طول اليوم تلاقيها ما بتاكل شيء، بتروح مع الساعة 3-4 بتشف الأخضر واليابس. أوكي، هاي ما بزبط زي هيك. اللارج ميلز هاي أسوأ شيء بالنسبة للإيش، للكنترول البلد شو. أوكي، بعد نحكي المريض لا كل 3-4 وجبات باليوم، 5 وجبات بس كل 3 ساعات مثلا تاكلي لك وجبة بس وجبة خفيفة. أوكي، الشغلة المهمة كمان اللي هو طبعا هي 3 ميجر ميلز اند 3 سناكس ار بريفيرد، يعني كل ما المريضه اكلت وجبات اكثر بس كميات اقل بالعاده الكنترول بلد شوجر بكون احسن. اوكي، طبعا ممكن حتى على البيت تايم سناكس ممكن تاكل شيء خفيف هيك. اوكي، الكربوهيدراتس هي النقطه شو اكاونت فور نو مور ذان 50% من الدايت. يعني لما نحكي كربوهيدراتس بنحكي عن معظم اكلنا احنا كربوهيدراتس. المريض لازم تبعد عن الرز، بعد عن النشويات بشكل عام، بعد عن الخبز الأبيض اللي هو إحنا أسوأ إشي بالنسبة لنا مجتمعنا هنا، الخبز الأبيض الموجود. أوكي، لأنه هذا في أول إشي كربوهيدرات عالية، في كمية سكر كمان، كمية سكر عالية. أوكي، فإحنا إذا بعدنا عن الخبز الأبيض طبعا بالعادة مرضان نقول لهم والله جيب مثلا في خبز الريف اللي هو ما فيش فيه أصلا شجر من أصله، فهذا بخف كثير من الشغلات الدايت للمريضة إيش، أو من الشغلات الكالوريز اللي المريضة بتأخذهم. أوكي، البروتينز تأكل ما في أي مشكلة، بروتينز لحم دجاج. تفضل دكتور، عزو عن المقاطعة بس ضايل أقل من دقيقة وخلينا نطلع ونفوت. طيب تمام، أوكي ماشي. تمام دكتور. ايوه بلش كمل. تمام دكتور. اوكي طيب، فزي ما حكينا تبعد عن الكربوهيدرات بشكل عام، افويد سنجل ميل. اوكي، لو اخذت اكثر من ميل كل يوم مع 3 سناكس ان بتوين ما فيش اي مشكله. اوكي، فهيك بتكون بتزبط امور الاكل. طبعا تبعد، نحكي للمرضى يبعدوا بشكل عام عن العصير، بشكل الجوز سواء عصير طبيعي مش طبيعي، فيش عصير طبيعي كله مع سكر. نحكي لهم بعده زي ما حكينا عن الخبز الأبيض قبل شوي حكينا. تمام، هاي الشغلات المهمة. اتبعد المريض عن الحلويات، أي شيء فيه حلويات فيه سكر زيادة قطرة زيادة تبعد عنه، وتبعد عن الخبز الأبيض اللي حكينا عنه. أوكي، هذول الأربع شغلات لحالهم بشكل تقريبا 70-80% من الكالوريز اللي المريضة بتأخذهم خلال اليوم. أوكي، بعدين بروتين زي ما حكينا تقدر تأكل اللي بدها إياه، مفيش أي مشكلة. تحكي لها تختار نوع فواكه يومي، نوع واحد فقط فواكه تأكله كل يوم. أوكي، فهيك بتحاول تكنترول الدايت بقدر الإمكان. أوكي سكيب.
طبعا هذول مش مطلوبات منكم انتم، قديش ال ريكومندد كالوري بالارقام، وقديش بدها المريضه حسب وزنها او شيء، لانه بالعاده هذا بدك النيوتريشنست انه يساعدك فيه بالشغله زي هيك. بس عرفتوا احنا بالنسبه لنا شو الشغلات اللي بنحكي عنها، النصائح للمريضه تاخذهم. حتى المريضه صعب انه تحسب الكالوريز، كل قديش والله اكلت والله 100 جرام خبز واكلت 50 جرام خبز وقديش فيهم كالوريز، يعني هاي الشغله صعبه انه اي واحد حتى سواء احنا الاطباء صعب نحسبها، بالنسبه للمريض كمان اصعب واصعب. تمام، فبشكل عام بس انه بتنصح المريض النصائح اللي حكينا عنها قبل شوي. اوكي سكيب. طيب اوكي، فاول شغله مريضه اجتك عندها جيستيشن دايبيتس، شخصت عملت لها او جي تي، طلع عندك الريدنجز اب نورمال، لان شخصناها شي از دايبيتك او جيستيشن دايبيتس. لان اول شغله زي ما حكينا الدايت، الشغله الثانيه اللي بننتقل عليها مع الدايت اللي هو الميتفورمين. اوكي، الميتفورمين من احسن الادويه اللي بتعمل كنترول بلاد شوجر، من السيفست ميديكيشن اللي على بريجنسي، كل دراسات ما في عليهم اي مشاكل سواء تيراتوجينستي او اي مشاكل حتى بالسكند او الثيرد ترايمستر. اوكي، وسهل انه المريضه تاخذه، والكومبليكيشن تبعته ما بيعملش عندنا هايبوغلايسيميا، وهي من الشغلات المهمه. فبالعاده بنبلش المريضه الدايت مع ميتفورمين، بنخلي المريضه تاخذ مع كل وجبه حبه 850 ملي جرام ميتفورمين مع الدايت تعمل كنترول بلد شوجر. طبعا الميتفورمين عارفين بده تقريبا 5 ايام لاسبوع عشان نبلش شغل مزبوط. فالمريضه مثلا بلشتها اليوم، تحكي لها الاسبوع الجاي تاخذي لي قراءات بلد شوجر، تاخذي لي 1 فاستنج 1 اور او 2 اورز بوست براند، اللي بدك اياه سواء 1 اور او 2 اورز، ما فيش داعي لاثنين. يعني بتقول لها ساعه بعد الاكلات الرئيسيه، اما ساعتين. تبعث لك المريضه القراءات، إذا لقيت والفاستنج أقل من 95 ممتاز، إذا لقيت الـ 1 أور أقل من 140 خير وبركة، أقل 2 أورز أقل من 120 كثير ممتاز. تمام؟ فساعتها أنت الدايت مع الميتفورمين، ذات مينز إنه أنت يو كنترول بلد شوجر، ما فيش داعي لإيش؟ للنكست ستيب اللي هو الأنسولين. أوكي؟ طيب هذا السيناريو الأول، إنه كانت المريضة كنترول بلد شوجر. طبعا كل أسبوع أو أسبوعين بنخلي المريضة تاخذ لك 3 أو 4 قراءات راندوم لتاخذ قراءات، وبالمقابل بتشوف بتقيم حسب انه هل الدايت والميتفورمين لحاله ستيل انف، ولا بحاجه انه نروح على النكست ستيب اللي هو الانسولين. اوكي، اذا والله كل اسبوع بعثت لك 4 قراءات، قراءاتها ممتازه، امورها ممتازه، خلاص ما فيش داعي للانسولين. اوكي، طيب السيناريو الثاني انه المريضه تبعث لك قراءات بعد اسبوع من الميتفورمين والدايت، تلاقي القراءات عاليه 1 اور اكثر من 140، 2 اورز اكثر من 120، شو بدنا نعمل الان؟ You should start إيش؟ insulin. أوكي؟ okay. insulin طبعا بلش على insulin اللي هو الحكيان recommended لما medical nutrition therapy fails to maintain itself when the glucose. أوكي؟ طبعا شو الرجيمز اللي نعطيها إحنا الانسولين؟ يا إما two dose regimen أو three dose regimen، يعني يا إما نعطي المريضة مرتين في اليوم صبح ومساء، يا إما بنعطي 3 مرات صبح الظهر ومساء، اللي هو معناته مع كل وجبه بنعطيها ايش؟ جرعه انسولين. هلا which is better. اوكي، الكومبلينس للمرضى مع التو دوز احسن. مريضه بتاخذ ابرتين كل يوم، اكيد الكومبلينس لها احسن من 3 مرات ابر. تمام، لكن انو كنترول بلد شوجر احسن؟ اكيد 3 دوز احسن. اوكي، 3 دوز احسن، يعني اذا بنعطي المريض 3 مرات في اليوم اكيد الكنترول بلد شوجر كثير ممتاز بكون. فانت يا اما 2 دوز يا اما 3 دوز رجمن. بالعاده احنا صراحه بنستخدم، المعظم يستخدم 3 دوز رجمن اللي هو 3 مرات في اليوم نعطيه، وي كان كنترول بلد شوجر احسن من 2 دوز رجمن. اوكي اوكي سكيب. هلا نيجي على الدوز اللي بحاجه لهم احنا. طبعا بالعاده بنستخدم اللي هو الشورت اند انترميديت اكتنج انسولين، ما بنستخدم اللونج اكتنج انسولين. اوكي، لما نحكي عن الشورت اكتنج انسولين بيشتغل، انتم عارفين تقريبا بيشتغل تقريبا من 2 لـ4 ساعات اللي هو ديوريشن الاكشن له. اوكي، من 2 لـ4 ساعات. الانترميديت بيشتغل تقريبا من 6 to 8 hours. ذات مينز انه اذا المريض اعطيناه الصبح قبل الفطور بنص ساعه ميكستارد انسولين اللي هو بيه الشورت مع انترميديت انسولين، الشورت انسولين راح يشتغل 2 لـ4 ساعات اللي هو بنحكي طبعا اللي هو الفتره اللي بعد الفطور مباشره. الانترميديت انسولين راح يشتغل من 6 لـ8 ساعات اللي هي الفتره بين الفطور وبين الغداء. اوكي،
فأنت من الفطور للغداء صار كلها مغطي بالإنسولين، فالمريضة راح ضلها كنترول خلال الفترة هاي للقراءات البلد شوغر ريدينجز. أوكي، بيجي نعطيها قبل الغداء بنص ساعة، الشورت راح يشتغل بعد الغداء مباشرة، والإنترميديت راح يشتغل من 6 إلى 8 ساعات اللي هو الفترة بين الغداء والعشاء، وهكذا بالليل راح يشتغل فترة المساء. تمام، فاحنا نستخدم الشورت أند إنترميديت أكتنج إنسولين، بنعطي إحنا تقريبا 2/3 من الدوز. طبعا هسه شو الدوز هي؟ تقريبا هي أكوردنج للإيش؟ للترايمستر ولوزن المريضة. يعني إذا المريضة وزنها حصلين مثال 70، بدك تعطيها إيش؟ بالفيرست ترايمستر، بعد شوي راح نحكي 0.6 0.7 0.8، يعني 0.6 ضرب الويت بالفيرست ترايمستر، بالسكند ترايمستر 0.7 ضرب الويت، بالثالث ترايمستر 0.8 ضرب الويت. أوكي، هاي كمية الإنسولين اللي بحاجة إلها إحنا خلال فترة الحمل، بيعتمد عليه الويت وبيعتمد عليه ترايمستر. إذا شايفين 0.6 و 0.7 و 0.8 مش فرق كثير بيناتهم، لكن شو اللي بيحكمك أكثر إشي؟ الويت. الويت هو رجعنا لشغلة الويت، إنه هي الإشي الأساسي تنظيم السكر. أوكي، فالطعن الجرعة لما نفرض مريضة مثلا احتاجنا رتبنا لها، بنبلشها على 40 وحدة إنسولين، 40 انترناشونال يونت إنسولين بالفيرست أو بالسكند ترايمستر. كيف نقسمهم؟ بنقسم 2/3 فترة الصبح، 1/3 فترة المساء. ليش 2/3 فترة الصبح أو بالنهار؟ خلينا نحكي 2/3، لأن المريضة أول إيش صاحية المريضة. إذا المريضة صار معها أي هايبوغلايسيميا، المريضة بتكون صاحية بتقدر تشرب أي إشي أو تأكل أي إشي حلو، ما في مشكلة. أوكي، والشغل الثاني المريضة الإكسرسايز كمان عندها. بيختلف على المريضة، مثلا بالليل المريضة بتكون نايمة، المريضة إذا صار معها هايبوغلايسيميا مشكلة وهي نايمة، والمريضة ما بتتحرك بالليل، فأنت بحاجة لجرعات قليلة أصلاً إنسولين. أوكي، واضح يا جماعة هيك النقطة؟ فهي الفكرة إنه نبلش إنسولين لما تفشل أول إشي الدايت والميتفورمين، we can start insulin. الدوز للإنسولين بتختلف من مريض لمريض، بس أهم عامل بحدد كمية الدوز للإنسولين هي الويت. أوكي، أكيد برضو كمان أي شهر حامل أو first second third trimester نضرب في factor 0.6 0.7 0.8. وزي ما حكينا 2/3 تقريبا معظم الجرعة لازم تعطيها بالنهار، يعني سواء على الفطور أو الغداء، و1/3 تعطي أقل كمية بالليل. أوكي، تمام، سكيب. أوكي، هاي المعلومة. في الفيرست ترايمستر الويت ضرب 0.6، الويت ضرب 0.7، الويت ضرب 0.8 في الثالث ترايمستر. طبعا هاي اللي هي خلينا نحكي الأبروكسيميت دوز، مش دوز بالفعلية. يعني ممكن مريض تجيك وزنها 80 كيلو، تحتاج بأول ترايمستر مثلا 30 وحدة، يعني أقل من 0.4 مثلا. لكن أنت 0.6 اللي هي تقريبا الجرعات اللي هي لازم تبلش حواليها. يعني مريضة اجتك وزنها 70 كيلو ضرب 0.6 تطلع 42 وحدة، بس لو بلشتها مثلا أول مرة مثلا 30 أو 35 وحدة قريب من 42، بس ما بزبط أبلشها مثلا ب10 أو 15 وحدة باليوم، يعني useless. أوكي، لكن بلشها بجرعة قريبة وبتابع القراءات. إذا القراءات تحسنت على 30 أو 35 وحدة خير وبركة، ما تحسنت برفع الإنسولين according للإيش؟ according للشوغر ريدينجز اللي عندنا. أوكي، سكيب. هلا نيجي على السيناريو الثالث يا جماعة، هسا بنكمل هون النقطة. هسا السيناريو الأول حكينا إن المريضة تحسنت مع الدايت والميتفورمين. السيناريو الثاني إن المريضة ما تحسنت عليهم، ساعتها بنلجأ للإنسولين. السيناريو الثالث انه اذا المريضه اجتك الفيرست برزنتيشن اوريدي شي هاز كومبليكيشن من دايابيتس، زي ايش؟ يعني ممكن المريضه تجيك 32 ويكس مثلا بريجننت، المريضه عندها بولي هيدرومينس، المريضه عندها لارج فور جستيشن ايج بيبي. اوكي، يعني وزن البيبي ماشي مع 34 او 35 ويكس، او لما تحطه على السنتايز انا بنحكي ال جي اي اللي هو لارج فور جستيشن ايج، معناته انه على السنتايز لما نحطه ابوف النات سنتايل فوق 90 سنتايل، فإذا عنده أي complication من diabetes ساعتها you should start insulin directly، ساعتها ما بلش بالدايت وبلش بالميتفورمين. واضح يا جماعة؟ يعني المريضة إجتك large for gestational age baby أو بين قوسين ممكن تكون macrosomic baby، طبعا شو الفرق بين ال LGA والماكروسوميا؟ ال LGA على centiles above the 90 centile، الماكروسوميك baby more than 4.2 kg بغض النظر، يعني according للويت فقط، ملوش علاقة بالسنتايلز. أوكي،
فإذا المريضة اجتك البيبي وزنه كبير أو اجتك السوائل حوالي البيبي اللي هو بولي هيدرومينس موجودة, you should start with insulin directly. ما في رول الآن بلش نيوتريشن, بلش أكل, بلش متفورمين. طبعا أكيد الأكل ضروري, بس you should start insulin مباشرة, ما بلش oral medication. أوكي ليش؟ لأنه أنت بدك تزبط الشجر بأسرع وقت ممكن. ما عندي وقت والله أقعد استنى والله لما يشتغل متفورمين بده أسبوع زمان, لما يشتغل الدايت, وإذا ما زبط بعدين بلش إنسولين. والمريضة already صارت الكمبليكيشن, بدل ما تكون الكمبليكيشن صار ب 20% صارت الكمبليكيشن صار 50 أو 60%. أوكي أسنى نيجي على الأورال هايبوغلايسيميك إيجنس, طبعا اللي هو أكثر دواء مستخدمه اللي هو المتفورمين. أوكي هو تقريبا إكوفلنت للإنسولين. أوكي نبلش طبعا بجرعات زي ما حكينا, ممكن 850 ملي جرام 1x1 1x2 1x3, بس بالعادة نبلش احنا بجرعة عالية عساس يشتغل بأسرع وقت. اوكي it crosses the placenta. اوكي بس ما إله أي complication, all studies ما إله أي complication أو أي مشاكل على البيبي. اوكي skip باقي الأدوية مش ضروري تعرفوها, بس عرفوا إن الميتفورمين وخلص غيره ما بنشتن. skip نيجي هسه نحكي عن الكومبليكيشن للديابيتس. طبعا في عندنا الفيتال كومبليكيشن, المسكرج ريت انكريز, كونجنتال انوماليز انكريز, البريتيرم ديليفري انكريز, انترايوتراين ديث, والماكروسوميا والشولدر ديستوشيا كله انكريز. اوكي انا هذول كلهم راح تاخذهم عنهم بعدين, لسه اول اسبوع اول اسبوعين قد يصير لكم اول اسبوع ثاني اسبوع صح؟ دكتور ثاني اسبوع. طيب اوكي فلسه هاي الشغلات كلها راح تاخذوا عنها بالديتيلز, البريتيرم الماكروسوميا والشولدر ديستوشيا راح تاخذوا عنها بعدين شو معناها. اوكي لكن كل هاي المشاكل والانكريز والديابيتس. اوكي سكيب الفيتال كومبليكيشن والديابيتس. هسه ليش بصير اول شيء الكومبليكيشن؟ خلينا نشرح لكم اياها هيك بطريقه مبسطه. أول شيء المريضة اللي عندها ديابيتس that means إنه عندها الجلوكوز عالي, مثلاً هاي هايبرجلايسيميا زيادة مزبوط, وبالتالي الإنسولين ممكن يكون عندها زيادة, لكن which one cross the placenta, الجلوكوز ولا الإنسولين؟ لو مثلاً الإنسولين الجلوكوز, الإنسولين does not cross the placenta. هسا الجلوكوز راح يفوت وين؟ على ال through the placenta. فالبيبي شو راح يصير عنده؟ هايبرجلايسيميا, راح يكون عنده يجي كمية سكر عالية. شو راح يستجيب البيبي للشغلة هاي؟ راح يصير البنكرياتيك سيل تبع البيبي يصير يفرز, راح يصير عنده هايبربليزيا ويصير يفرز كمية إنسولين عالية اللي هو زي الإنسان الطبيعي اللي هو أي واحد بأخذ سكر على السفينة كمية عالية شو راح يصير يفرز إنسولين. البيبي نفس الإشي راح يصير يفرز إنسولين عالي, لأن شو بعمل الإنسولين؟ طبعا أخذته أكيد الهايبر إنسولين, شو بعمل؟ راح يعمل لك يزيد الوزن, راح يعمل لك أورجانوميجالي كل هاي من الهايبر إنسولينيميا, عملك بوليسايثيميا. هسا البيبي طبعا هسا نيجي نحكي هذول اللي بصيروا معاه خلال ايش؟ خلال الحمل, خلال البريغنانسي. ماكروسومك بيبي حجمه بزيد بسرعة, أورجانو ميجالي بصير عنده الليفر كبير, بصير عنده البوليسايثيميا بصير عنه. اوكي الار بي سي. اوكي تمام بالضبط زي نفس نفس شغل الجروث فاكتور. نعم طيب راح يصير عندنا كمان هسه البوليسايثيميا حكينا عنه الار بي سي والانكريز. لان طيب ولدت المريضه اليوم انت اذا كانت ان كنترول بلد شوجر, البيبي بيجي سكر عالي, الانسولين عنده متعود, البنكرياس عنده يفرز كميه انسولين عاليه, ولدت البيبي طلعته برا, هسه الانسولين بعد البنكرياس متعود عنده ايش؟ يفرز كميات عاليه, لكن بالواقع الشوجر اللي بيجي من الام شو ماله؟ وقف بعد الولاده. فالبيبي شو راح يدخل بعد الولاده؟ راح يدخل بهايبوغلايسيميا لان الانسولين عنده عالي, راح يدخل بهايبوماغنيسيميا, راح يدخل بهايبوكالسيميا, كل المشاكل هاي راح يدخل فيها بعد الولاده. فهي كل هالمشاكل بتصير الفيتال كومبليكيشن والديابيتس. اوكي لانه ضروري تعرفوا انه هو الجلوكوز ذات كروس ذا بلاسينتا, الانسولين داز الماتيرنال انسولين داز نوت كروس ذا بلاسينتا, فبالتالي راح يصير كل المشاكل عند البيبي انه راح يصير عنده البنكرياس يفرز كميات عاليه من الانسولين, والهايبر انسولينيميا راح تعمل مشاكل, معظم المشاكل اللي عند البيبي سواء ماكروسوميك بيبي اورجانوميجالي بوليسايثيميا هايبوغلايسيميا بعد الولاده, بالاضافه للار دي اس لانه الجلوكوز العالي راح يعمل لك ايه؟ سيرفاكتنت راح يبطل يتصنع مزبوط. اوكي
سكيب. هلا شو في تلسل كيف نتابع البيبي اللي عنده او البريجننسي بشكل عام اللي كومبليكيت باي دايبيتس؟ طبعا بالفيرست ترايمستر اكيد الفيابيلتي، بالسكند ترايمستر اهم شغله نعملها بالسكند ترايمستر اللي هو في شيء اسمه ديتيلد انومالي سكان، يعني لازم نشوف اذا في عند البيبي اي انوماليز موجوده. طبعا الموست كومن انوماليز اللي بتصير بالدايبيتك ماذرز اللي هي ايش؟ الكاردياك، الكاردياك انوماليز سواء ASD AVSD، ممكن تصير عندنا ترانسبوزيشن لجريت فيزلز، كل هاي مشاكل ممكن تصير مع البيبي. على اساس نكون واقعيين الان، اذا المريضه كانت عندها بريجستيشنال دايبيتس يعني عندها انكنترول بلد شوجر قبل الحمل، الريسك انه يصير في عندنا كونجنتال انوماليز از مور. لكن لما نيجي نحكي عن الجستيشنال دايبيتس اللي هو بالعاده طبعا اذا المريضه كانت امورها ممتازه بس بين السكر الحمل معاها بعد ال 20 او 24 اسبوع، البيبي اوريدي صار فوق يعني الاورجانوجينيس صارت خالصه من عندها، فان لايكلي انه يصير البيبي عنده اي مشكله كونجنتال انوماليز. فاذا كل ما صار الدايبيتس مع الام ليت في البريجننسي، الكومبليكيشن بتكون شو مالها؟ اقل بالنسبه للكونجنتال انوماليز. اوكي الشغله الثانيه طعم الثيرد والثيرد ترايمستر بنتابع الفيتال جروث والفيتال والبينج. اوكي سكيب. هاي طبعا ملخص للشغلات اللي حكينا عنها قبل شويه اللي هي بالاول فيتال فيابيلتي، بنتابع الديتيلد انوماليز سكان، واهم شغله اللي هي الكاردياك انوماليز، طبعا بالاضافه اكيد للنيورال تيوب ديفكس، للكليفت ليب، للكليفت بلت، نشوفهم كل الاشياء هاي. اوكي والثيرد ترايمستر بنتابع الفيتال جروث وال اللايك اراوند ذا بيبي، لانه حكينا اكثر شغلتين بعملهم اللي هو ان كنترول دي ام اللي هو بولي هيدرومينس. يعني اذا مريضه والله على سبيل المثال بتراجع عندك والله شيز دايابيتيك وبتراجع عندك كل مراجعه بتتابع الفيتال جروث ممتاز، اللايك حوالي البيبي ممتاز، ذات مينز انه عندها المريضه كنترول بلد شوجر، جود كنترول بلد شوجر. اوكي تمام سكيب. طيب هلا نيجي عن التايمينج والروت اوف ديليفري. انا اعطيكم ثلاث قواعد يا جماعه تعرفوها سجلوها عندكم. اوكي اذا المريضه كانت كنترولد على الدايت الون، اوكي طبعا بتخلي المريضه ل 40 ويكس يو شود ديليفر البيشنت ل 40 ويكس اذا المريضه كنترولد على الدايت الون، واضحه؟ اذا المريضه كانت كنترولد على الانسولين او الميديكيشن سواء الميتفورمين او الانسولين، you should deliver between 38 and 39 weeks. اوكي شايفين قدمناها شوي، اول شيء على الدايت لحاله ل 40 ويكس خليناها، اذا كانت المريضه ماشيه على انسولين مع او اورال هايبوغلايسيميك ايجنت او سوري الميتفورمين، بنقدمها شوي الدليفري بنخليها between 38 and 39 weeks. اذا المريضه كان عندها other medical condition يعني المريضه كانت diabetic صار معها هايبرتنشن، اوكي بتقدم برضه الولاده بتخليها بتوين 37 اند 38 ويكس. اوكي يعني هذول القاعده يا جماعه ثلاث قواعد هذول تعرفوهم، يعني خلص هذول بلخصوا لك كل شيء. المريضه كنترول على الدايت الون ل 40 ويكس يو شود ديليفر، اذا ماشي على انسولين او ميتفورمين بتوين 38 اند 39 ويكس يو شود ديليفر، اذا المريضه عندها اذر ميديكال ديزيز خاصه الهايبرتنشن you should deliver between 37 and 38 weeks. اوكي الان طبعا حكينا احنا الدليفري، ما حكينا لا سيزيرين ولا حكينا فجان دليفري، هسه حكينا التايمينج هي وضحناه. واضح في احد عنده اي سؤال على التايمينج؟ اوكي نيجي على الروت اوف دليفري، كيف بدك تولد المريضه؟ هل بولد فجان دليفري او سيزيرين؟ انا اكيد اذا في انديكيشن فور سيزيرين، يعني اجتك مريضه بريفيوس تو سيزيرين مثلا، هاي هي اكيد فور سيزيرين، يعني ما بناقش فيها والله ولدها سيزيرين او ولدها فجاينال. مريضه بلاسنتا بريفيا مثلا ما بناقش ولدها فجاينال او سيزيرين، اكيد سيزيرين هي راح تكون. اوكي لكن مريضه مثلا على سبيل المثال مش ما فيش اذر انديكيشن فور سيزيرين، بشكل عام الدايبيتس الون از نوت ان انديكيشن فور سيزيرين سكشن. الدايبيتس الون از نوت ان انديكيشن فور سيزيرين سكشن. اوكي بالعكس هو مرات انديكيشن فور او يعني يو كان ديليفر هير فجاينال. الو اهلا،
تحكي معي بس بعد 10 دقائق أو أنا بحكي معك، بس خليني أخلص محاضرة مع الطلاب إذا سمحتي، بس 10 دقائق ربع ساعة ولا يهمك. فحكينا الديابيتس بيرسي لحاله is not an indication for cesarean section، بالعكس you can deliver vaginal. اوكي الان انت ننصح والله انه والله cesarean section اذا كان الوزن البيبي more than 4.5 kg. اوكي طبعا احنا الان حتى الامريكان كوليج والرويال كوليج قاعدين بينزلوا الوزن، ليش؟ لانه قاعد increase في الشولدر ديستوشيا، يعني اكثر شغله بتخاف منها بالديابيتس الفجاين ديليفري، يعني الرعب اللي بيعملنا احنا لما بدك تولد مريضه فجاين ديليفري ديابيتك وتولدها فجاين ديليفري، اكثر شغله بتخاف منها ايش؟ اللي هي الشولدر ديستوشيا، يعني يطلع راس البيبي والشولدرز وين؟ يعلقوا ما يطلعوا. اوكي بنسميها شولدر ديستوشيا، راح تاخذوا عنها بعدين محاضره، الى محاضره راح تشرحكم عنها. فعرفنا هسه يا جماعه كيف الامور. فهسه اذا المريضه عندها اذر انديكيشن فور سيزيريان، اكيد سيزيريان. اذا وزن البيبي كان مور ذان 4.5 كي جي مباشره بعمل لها سيزيريان سكشن، ما بحاول فيها جاينا الدليفري. اوكي واضح يا جماعه. والشغله المهمه كمان انه مرات اذا اخذنا قياسات البيبي سواء الهيد مع الابدومين لقينا والله انه الهيد مثلا كان صغير على سبيل المثال بس الابدومن كان كبير، يعني الهيد ماشي مع 37 بس الابدومن السيركمفرنس ماشي مع 40 ويكس، فهي بتتوقع انه ايش يصير عندهم هذول؟ شولدر ديستوشيا، انه يطلع راس البيبي ويعلق ايش؟ الشولدرز. تمام؟ اوكي سكيب. حدا عنده يا جماعه التايمنج والروت اوف ديليفري اي سؤال؟ اوكي نيجي نحكي على الانترا بارتم جلايسيميك مانجمنت، برضه راح اشرح لكم اياها بطريقه كمان سهله، اللي هي نفس الطريقة اللي نعلمها للريزدنت اللي بدهم مثلا ولدوا مريضة دايبيتك. هلا نجي على مريضة بدنا نبلشها مثلا، قررت للمريضة، اجتك المريضة قررت بدها تولدها بكرة الصبح، المريض دايبيتك ماشي مثلا على انسولين او اورال ميديكيشن، قررت بدك تعمل لها اندكشن اوف ليبر. اوكي بدي اولدها، احاول اولدها بجان ديليفري. هسا اليوم جرعة الانسولين تاخذها ولا بتاخذهاش تبعتها؟ تاخذها. اوكي يعني جرعه الانسولين اليوم كامله تاخذها، ما فيش مشكله، من اليوم ما في ولاده بنخليها بكره على 6 الصبح ما بنعطيها جرعه الانسولين الصباحيه. اوكي ما بنعطيها جرعه الانسولين الصباحيه اكوردنج للبلد شوجر اللي عندنا، يعني بناخذ قرات البلد شوجر تبعتها. الان التارجت احنا قبل الدليفري تكون بين 70 و120 قرات البلد شوجر، يعني طول فتره الولاده المريضه اللي ماشي فيها لازم تكون قرات البلد شوجر بين 70 و120. إذا بين 70 و120 بقول الحمد لله الأمور ممتازة، أوكي؟ فبناخذ قرات البلد شوجر على 6 الصبح، والله لقيتها 80 ممتازة، 90 ممتازة، 100 ممتازة، أوكي؟ الآن نحكي دائما للريزدنت يحطوا يجيبوا عندك 3 أمبولز، أوكي؟ واحدة فيها نورمال سلاين عادية، عندهم لا سكر ولا أنسولين ولا شيء. واحدة ديكستروز 5% اللي هي سلاين اللي فيها يعني اللي ديكستروز 5% عارفين اللي فيه بيجمعوا ديكستروز او جلوكوز. تمام. والشغله الثالثه الامبول الثالث بنحط، خلينا نحط فيه 5 انترناشونال يونت انسولين، يعني بنحط فلويدز معها انسولين. كم امبول صار عندنا؟ 3 امبولز. اذا المريضه كانت قراءاتها بين 70 وال 120 شو بمشيها؟ نورمال سلاين عاديه. تمام. اذا المريضه لقيت البلد شوجر عندها اقل من 70 نزل شو بعطيها؟ بعطيها ديكستروز 5%، بعطيها ديكستروز اللي هو سكر. تمام. اذا كانت قراءاتها اعلى من 120 ايش راح احط لها؟ الامبول الثالث اللي هو اللي فيه انسولين. اوكي يعني بنحط 3 امبول جنب المريضه، واحد نورمال سلاين عاديه، واحد فيه سكر، واحد فيه انسولين. اوكي هلا حسب شو اللي بتحط لها المريضه؟ حسب قراءه البلد شوجر اللي عندك. يعني المريضه البلد شوجر كان اقل من 70 بحط لها سكر، بين ال 70 وال 120 ذات مينز انه نورمال ريدنجز. اوكي ساعتها بس بحط لها نورمال سلاين. اكثر من 120 ذات مينز قراءات عاليه بحط لها انسولين. اوكي طبعا بنصير اورلي ناخذ اورلي جلوكوشيك، يعني طول فتره الولاده من كل ساعه ناخذ قراءات بلد شوجر، وحسب قراءات بلد شوجر بتحط لها الفلويد المناسب لها اللي حكينا. سهله ولا مش سهله؟ سهله الامور. تمام.
اوكي، فاول اللي بناخذ الجلوكوشيت وحسب قراءه البلد شوجر بنحط السوائل اللي بدك اياها. اوكي، طبعا طول اليوم ما بتاخذ جرعه الانسولين اللي تاخذها بالظروف العاديه، احنا بنعطيها انسولين حسب قراءه البلد شوجر تبعتها. اوكي طيب تمام. طبعا هذول المرضى بالعاده هم يعتبروا هاي ريسك بالنسبه للبيبي، لازم نضل دائما كونتينيوس سي تي جي مونيتورنج عليهم. اوكي سكيب. طيب هلا قررنا هاي الحل واللي اخذناها، اذا المريض قررنا لها ايش؟ اندكشن اوف ليبر فور فاجينال دليفري. اوكي طيب قررنا المريض سيزيريان سكشن، طبعا قررنا المريض سيزيريان سواء عندها اوبستريك هيستوري، سواء المريض عندها بريفيوس تو بريفيوس تي سيزيريان، او انه المريض وزن البيبي حجمه كبير. اوكي يعني مور ذان 4.5 كي جي. اوكي قررنا خلاص بدنا نعمل لها بكره الصبح سيزيريان سكشن. اليوم تاخذ الانسولين تاعها ولا تاخذوش؟ اليوم تاخذه تمام، اليوم عادي يعني حياتها عاديه عايشتها. بكره الصبح ما بتاخذ الانسولين تاعها، بناخذ قراءه الانسولين الشوجر الصبح حسب قراءه البلد شوجر بنعطيها انسولين او ما بنعطيهاش انسولين. وبالعاده احنا بنخلي هذول المريضه لهم الاولويه انه اول حال نشتغلهم. يعني اذا عندك مريض دايبيتك على الـ على الـ على الاوبريشن ليست، بالعاده بنشتغلها اول حاله اللي هي دايبيتك. يعني ما بنشتغل اي مريضه مثلا مريضه بريفيوس تو ولا بريفيوس تي سيزيريان، مثلا مريضه ثانيه ما بنشتغلها قبل مريض دايبيتك. دايبيتك بتجيبها على 8 8 ونص الصبح بتشتغل اول حال تمام، لانه هذول بتخاف انه يتلخبط معهم السكر، تدخل هايبوغلايسيميا، هايبر جلايسيميا ياثر على البيبي. اوكي فالفكره انه الصبح ما بتاخذ الانسولين تاعها، تاخذ لها جلوكوشيك. اذا كانت قراءاتها بين 70 و 120 ممتاز القراءات ما في داعي، كانت قراءتها عاليه بعطيها انسولين، كانت قراءتها واطيه بنعطيها المريضه جلوكوز. اوكي تمام سكيب. هسه البوست بارتم مانجمنت، اكيد هذول طبعا البريست فيدنج بنخليهم البريست فيدنج الضروري عادي، انه المريض بيقدر ترضع البيبي تاعها ما في اي مشكله. اوكي بنرجعها المريض اذا كانت اوريدي شيز بري جيستيشن دايبيتس، يعني الاول قبل الحمل اصلا شيز دايبيتك، بنرجعها على دوز الانسولين اللي كانت ماشي عليه قبل ايش؟ قبل الحمل. حتى الاورال ميديكيشن اذا ماشي على الاورال ميديكيشن بنوقف لها الانسولين اللي كانت تاخذه خلال الحمل، بنرجعها على الاورال ميديكيشن. اوكي طبعا هذول المرضى اللي عندهم خلينا نحكي جيستيشن دايبيتس، شخص خلال الحمل لازم بعد 6 أسابيع تعمل لهم الاو جي تي اساس تعرف المريضه شيز دايبيتك او مش دايبيتك. اوكي يعني هل السكري بس هو السكري حمل كان معاه فتره مؤقته وراح، ولا هذا السكري صار خلاص تايب 1 او تايب 2 دايبيتس. اوكي طبعا المرضى هذول زي ما حكينا they have high risk، يعني خلال 10 سنوات المرضى اللي بصير معاهم gestational دايبيتس خلال 10 سنوات 20% منهم بصير معاهم ايش؟ دايبيتس. واضح؟ اوكي عن يونيت الكومبليكيشن راح تاخذوها هاي طبعا مع بالاطفال، داومتو اطفال ولا داومتوش؟ داومتو جوسا اهلا. اليونيت الكومبليكيشن وذ دايبيتس اللي هي اخذتوا اطفال داومتو ولا انتو؟ داوم دكتور. داوم دكتور اكيد مر عليكم العادي اللي هو الانفنت ودايبيتك ماذر، شو المشاكل اللي بتصير معه؟ هاي المشاكل كلها اسفيكسيا، ار دي اس، هايبوغلايسيميا، هايبوغلايسيميا، بوليسايثيميا، البليروبينيميا، كالسيميا، هايبوكالسيميا والكارديوميوباثي. اوكي تمام سكيب. اتوقع احنا عشان خلصنا بالضبط ممتاز. اوكي حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ بعرف شوي الامور ملخبطه بس حاولنا نبسط لكم اياها قدر الامكان. يعني دايبيتس من الشغلات المهمة، بس خلاص اعرفوا اللي حكينا عنه مزبوط. إذا حدا عنده أي سؤال بعدين يخبرني، ما في أي مشكلة. تمام تمام. شو تاخذوا بريك 10 minutes مثل ما ودك دكتور؟ خلص أوكي يلا 10 minutes ونرجع نكمل البري تيرم، هذيك أسهل شوي منها. تمام أوكي تمام ماشي ماشي وعدك العافية. أهلا أهلا.